يتجاوز دور الإعلام نقل الخبر، إذ تلعب الكلمات والصورة وصياغة الخبر دوراً في صناعة الرأي العام وتشكيل المواقف. الطفرة التي شهدتها الساحة الإعلامية ودخول وسائل التواصل الاجتماعي على الخط كمصدر للمعلومة أو أداة لنشرها فتح المجال واسعاً أمام المتلقي لرد الفعل وإبداء الرأي في الخبر وناشره، ليتجاوز الجمهور دوره كباحث عن المعلومة إلى ناقد ومشارك في تحديد المضامين والتصدي للإخلالات. المتلقي شريك في تطوير الإعلام.